مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم، يوم جديد ولقاء تجدد من برنامجكم ساعه صبحيه. صباح الخير والبركه والسعاده والمحبه والجمال وكل شيء جميل يرضي ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول، ثم يرضي حضراتكم جميعا. في الوقت اللي بلدنا الحبيبه والعظيمه مصر بتحارب فيه الارهاب وبتستأصل هذا الفيروس اللعين من جسد الوطن، الا بلدكم بتقوم بتدشين مشروعات كبرى. بالأمس كنت أرافق وزير الكهرباء والطاقة دكتور محمد شاكر، رحنا لمحافظة أسوان، هذه المحافظة التي تورد يعني الطاقة الكهربائية الأساسية لجميع المحافظات المصرية. امبارح بقى تم تدشين وافتتاح المرحلة الأولى من أكبر محطة للطاقة الشمسية اللي يتواجد فيها أكبر تجمع للطاقة الشمسية على إيه؟ على مستوى العالم، مش على الوطن العربي ولا الشرق الأوسط، لا ده على مستوى العالم. أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة موجود حاليا أو موجودة حاليا هذه المحطة على أرض منطقة أو مدينة اسمها بنبان بمحافظة أسوان. دي محافظة مصرية أصيلة. هذه الطاقة الإنتاجية اللي موجودة أو سوف تتولد من المحطة الخاصة بالطاقة الشمسية تعادل 90% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالي. يعني نقدر نقول زي ما قال محافظ أسوان ووزير الكهرباء والطاقة إن محطة الطاقة الشمسية الجديدة بمثابة تدشين سد عالي جديد يولد لنا الطاقة الكهربائية لمواجهة كافة التحديات وتحديدا التحديات الاقتصادية اللي بتعتمد في المقام الأول على الطاقة الكهربائية. هي دي بلدكم مصر، هي دي بلدنا العزيزة اللي دايما بتثبت لنا انها قادرة على فعل المستحيل وقادرة على البناء لجعل اللي جاي أفضل بإذن الرحمن لأولادنا. عايز أقول لحضراتكم بعض التفاصيل. المرحلة الأولى اللي تم تدشينها وافتتاحها فعليا واشتغلت الحمد لله رب العالمين بالأمس بتنتج 50 ميجا وات. ايه 50 ميجا وات؟ يعني حوالي ممكن تنور لنا حوالي 15,000 منزل او 150,000 منزل، يعني مش متذكر الرقم بس، ولكن كميه كبيره جدا من الطاقه الكهربائيه. دي المرحله الاولى. حوالي اربع مراحل، بعد كده سوف يتم مراحل اخرى ان شاء الله. الاربع مراحل الاولى الطاقه الاستيعابيه بتاعتهم هيكونوا جاهزين كلهم للتشغيل في نهايه 2020. نهاية عام 2030 هيكون عندنا يعني زي ما نقدر نقول سد عالي جديد للدولة المصرية يولد لنا الطاقة الكهربائية، لكن من ايه بقى؟ من الطاقة الشمسية، الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة. اذا بنواكب العالم اجمع، اصبحنا الحمد لله على الطريق الامثل للريادة عالميا والتحقيق التقدم في كافة المجالات وتحديدا المجالات المتعلقة بالطاقة. زي ما حضراتكم عارفين او خدوا بالكم بشكل كبير ان الحرب المنتشرة دلوقتي في العالم مش حرب الاسلحة ولا أو حرب الجيل الرابع والخامس والثالث ومثل هذه الحروب، ولكن الحرب الشرسة والحرب الخبيثة في ذات الوقت هي حرب الطاقة. كل دول العالم بتتصارع حاليا لتوفير المصادر المتعددة للطاقة وتحديدا الطاقة الكهربائية وغيرها من هذه الأنواع. مصرنا الحبيبة مدركة قيمة هذه التحديات أو قيمة مثل هذه الحروب، عشان كده احنا بنقوم بتدشين هذه المحطات الخاصة بالطاقة الشمسية أو المحطات اللي بتنتج لنا طاقة كهربائية من طاقة نظيفة. وعندنا على فكرة منطقة لبنان مش تم اختيارها بمنطقة عشوائية كده وخلاص، يعني ما قالوش احنا عايزين نعمل محطة طاقة شمسية، طب فين يا ريس نعملها في أسوان، خلاص ننزل نعملها بقى في لبنان. لا، منطقة بنبان تم اختيارها طبقا لوكالة ناسا الأمريكية، ولا حضراتكم عارفينها المنطقة دي أفضل منطقة على مستوى العالم موجود فيها الشمس طول أيام السنة. يعني الشمس موجودة طول أيام السنة في هذه المنطقة بشكل كبير، وتعد أفضل وأهم المناطق اللي احنا ممكن نستغلها واللي تم استغلالها بالفعل الحمد لله رب العالمين، وتم تواجد بشكل كبير مثل هذه المحطات الطاقة الشمسية. خلينا نقول قبل ما نقول مبروك لمصر، مبروك لحضراتكم جميعا، لكم أن تفخروا ببلدكم الحبيب مصر، لكم أن تكونوا على يقين دايما أن اللي جاي أفضل، طالما مترابطين متكاتفين على يقين ان احنا الحمد لله قادرين ان احنا نصنع المستحيل. صباح الفل على حضراتكم، ودايما ان شاء الله في نجاحات وتحقيق الافضل لمصرنا الحبيبة. والله الواحد لما بيشوف مثل هذه المشروعات القومية العملاقة بالفعل على ارض مصر وتم تدشينها واشتغلت يعني فعليا،
بينتابنا شيء من الفخر والسعادة في ذات الوقت أن الحمد لله مصرنا الحبيبة على الطريق الصحيح للريادة عالميا، وبيؤكد أن في قيادة سياسية حكيمة وأجهزة تنفيذية ووزارات شغالة، اللي من أهمهم وزارة الكهرباء والطاقة بقيادة الدكتور محمد شاكر، اللي هم دايما حريصين على التحقيق الأفضل في هذا القطاع العريق، قطاع الطاقة. طيب عايز أقول لحضراتكم كمان أن الحمد لله رب العالمين، واحنا موجودين امبارح كان موجود المحافظ ووزير الكهرباء والطاقه والشركه الالمانيه اللي بتقوم بتنفيذ هذا المشروع على ارض الواقع. الكلام ما كانش فقط على ان افتتاح محطه للطاقه الشمسيه وان دي اكبر محطه طاقه شمسيه على مستوى العالم، لا ده كمان على خلق مدينه متكامله، متكامله المرافق، مجتمع عمراني، مجتمع سكني يتم تدشينه في هذه المنطقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الإسكان والوزارات المعنية، اللي من شأنها مش بس عملنا طاقة نظيفة وولدناها من الطاقة الشمسية، لا ده كمان خلقنا مجتمعات عمرانية، وفرنا فرص عمل للشباب، وفرنا أماكن بديلة للسكان بشكل كبير للقضاء على التكدسات السكانية، وقص على ذلك العديد من المنافع الأخرى اللي يتم تنشيلها إن شاء الله حول هذه المحطة الخاصة بالطاقة الشمسية. عايز أقول لحضراتكم كمان إن المحطة دي مقامة على مساحة 8843 فدان، يعني تستوعب 40 محطة للطاقة الشمسية، وزي ما قلت لحضراتكم ده أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم. الحقيقة المحافظ كمان ناشد أن تكون هناك مجتمعات عمرانية متكاملة، وأن يكون هناك يعني زي المدن السياحية العالمية الجديدة اللي بتعتمد مثلا مش بس على الآثار أو الأماكن الجذابة في بعض البلاد، لا ده احنا محتاجين ان احنا ندعم ده بوجود مثل هذه المناطق الهامة في مصرنا الحبيبة. طيب هكمل لحضراتكم، ولكن خلونا ناخد الأستاذ الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة. صباح الخير يا دكتور، تحيات لحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك يا فندم، وتحياتي للمشاهدين الكرام، ويا رب دايما الخير والنور على كل مصر يا رب ان شاء الله. خلينا اكون صريح مع حضرتك يا دكتور، امبارح واحنا راكبين معاكم الطياره واحنا عارفين ان احنا رايحين نفتتح محطه طاقه شمسيه، كنا متخيلين زيها زي اي محطه للطاقات الشمسيه الموجوده عندنا، ولكن لما شفنا ده على ارض الواقع اكيد حضرتك تابعت حاله الانبهار وحاله يعني الفخر في ذات الوقت. احنا كاعلاميين وصحفيين بنغطي مثل هذه المشروعات، وشفنا مشروع عملاق موجود على ارض مصرنا الحبيبه، ده يؤكد قيمه الدوله المصريه ودور الاجهزه التنفيذيه او الوزارات المعنيه زي وزاره الكهرباء والطاقه في التحقيق الافضل، وتحديدا يعني لمواجهه التحدي الاكبر خاصه في مجال الطاقه. كلمنا عن هذه المحطه، و تأكيد معالي وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بالأمس قال إن ده بمثابة تدشين سد عالي جديد في محافظة أسوان لتوليد الطاقة الكهربائية. هو بالفعل طبعا مدى السعادة ومدى المصريين كلهم، ومش بس كده، ده يمكن يعني قبل الاحتفالية ديت يعني يوم السبت الماضي كان في توقيع لانضمام مصر كعضو مؤسس في التحالف الدولي للطاقة الشمسية. نعم. احنا كده ان هو في دعم كمان من المجتمع الدولي. كمان يمكن الفرحة كانت من ان ترجمة الدعم القيادة السياسية على الأرض الواقع، بمعنى ان الكهرباء او قطاع الكهرباء كان في رؤية محددة ان هو دائما يبقى في خطط مستقبليه تدعم التنميه في كل المجالات. كمان في نفس الوقت ان قطاع الكهرباء يستفيد بالامكانيات المصريه اللي هي الطاقه المتجدده سواء شمس او رياح. طبعا ده يعني كان من ضمنها طبعا المحطه او تدشين اول 50 ميجا وات في محطه بنبان، ان شاء الله بعد استكمالها على يعني اول 2019 تكون دي اكبر تجمع شمسي في العالم حتى الان. ويعني دوت مش بس ده، احنا يعني دي مشروع من ضمن المشروعات، يعني ان شاء الله برضه في الطاقه المتجدده في مشروعات اخرى في غرب النيل، في جبل الزيت، في اماكن مختلفه ومتفرقه جديده. انما يعني برضه من المشاهد اللي كانت امبارح برضه مدى اهتمام الجهات التمويليه والمستثمرين سواء محليين او اجانب للاستثمار في هذه المنطقه، وبالتالي فتح مجالات عمل كبيره جدا. ويمكن كان اهالي المنطقه هناك واهالي بنبان مدى السعاده اللي عندهم،
واحساسهم ان هم بقوا على الخريطه، هم دائما على الخريطه طبعا صحيح. ولكن التنميه والمجالات العمل ويمكن كابتن المحافظ كان اشار امبارح الى ان يعني في اتجاه ان تحول بنبان الى مدينه شمسيه، وده ده شيء مهم جدا جدا. يعني في دعم من كل الجهات والقيادات، وبدايه طبعا من القياده السياسيه وطبعا معالي الوزير وقياده الكهرباء كلها، لتطوير وتدعيم رؤيه مصر تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقه. نعم. وفي نفس الوقت رفع مستوى الخدمه الى اعلى مستوى ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا بنتكلم عن الطاقه الشمسيه ودخلنا عضو في التحالف الدولي للطاقه الشمسيه، دور ده وانعكاسه على التنميه الاقتصاديه، حضرتك تعلم ان من اكبر التحديات اللي بتواجه التنميه الاقتصاديه دكتور ايمن هي موضوع الطاقه، واحنا الحمد لله دلوقتي عندنا من اكبر المحطات الخاصه بالطاقه الشمسيه اللي بتولد لنا طاقه كهربائيه، من اكبر المحطات على مستوى العالم. وايه اللي ده هيضيفه للانتاج المحلي؟ وهل ده ممكن ان شاء الله نصل لمرحله التصدير ويكون عندنا عمله صعبه ناتجه عن التصدير الخاص بالطاقه الكهربائيه ان شاء الله مستقبلا؟ طبعا ده يعني خط مهم جدا. اولا يعني هو التصنيع المحلي ودخوله في هذه المجالات، و يعني ده شيء مهم جدا ان احنا بنوجد صناعات العالم كله بينظر لها باحترام. ويمكن يعني شيء بشيء يذكر يعني ان برضه وزاره الانتاج الحربي بتعمل في هذا المجال في انتاج الالواح الشمسيه من الرمل، وديت مشروع ضخم جدا ايضا. تمام. يصب برضه في نفس هذه الرؤيه. في نفس الوقت برضه ان يعني احنا ماشيين في تطوير وتدعيم شبكات النقل الخاصه بينا، علشان وكمان في مشروعات ربط ما بيننا وبين الدول الجوار، سواء مع المملكه العربيه السعوديه، سواء مع قبرص ولبنان، سواء مع الاردن، مع ليبيا، جنوبا مع السودان والشقاء الافارقه. كل دوت بيصب في ان مصر تكون محور اقليمي لتبادل الطاقه، ودوت يسمح لنا برضو ان احنا الاحتياط اللي عندنا واللي الحمد لله بيتزايد وبيعطينا من النسبه العالميه القياسيه المحترمه، ده بتدينا فرصه ان احنا ممكن نتبادل الطاقه الكهربائيه، او بمعنى ثاني نصدر الطاقه الكهربائيه اللي عندنا. نعم. لدول الجوار. طبعا دي بتدخل طبعا عمله صعبه، ويعني نامل ان شاء الله احنا الخطط دي كلها ان شاء الله هتبقى على ارض الواقع ويراها الجميع باذن الله. بشكر حضرتك جدا الاستاذ دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه، شكرا ليك يا فندم، ودايما ان شاء الله باذن الرحمن نجتمع سويا احنا كمصريين على مثل هذه المشروعات ومثل هذه الفرحه العارمه اللي بتاكد الدور الرئيسي اللي بتلعبه الدوله المصريه في صنع الافضل لابنائها الشعب المصري العظيم. ربنا يا رب يوفق الدولة المصرية في كافة المشروعات القومية وفي كافة المجالات اللي من شأنها النهوض بحال الدولة المصرية، واجعلها في مصاف الدول المتقدمة يا رب العالمين، وإن شاء الله اللي جاي أفضل. عايز أقول لحضراتكم كمان الجميل حاليا الحمد لله رب العالمين في الدولة المصرية، واللي احنا كنا بنفتقده للأسف مؤخرا، ان الدولة بتشتغل في كافة المجالات او بتشتغل في كافة الأذرع. يعني انا ما بركزش في مجال معين على حساب المجال الاخر، لا، اللي احنا شايفينه حاليا والحقيقة مش بس اللي انا شايفه او الاعلام بس او الصحافة، لا، ده الشعب المصري على يقين وشايف ومتيقن ان الدولة بتسعى وبتجتهد وبتقوم بتدشين المشروعات في كافة المجالات بمختلف المناطق في محافظات مصر الجمهورية. مش عايزة تفرق محافظة عن محافظة، لان دول كلهم محافظات الدولة المصرية، واي مشروع بيتم تدشينه في محافظة لابد ان يكون مشروع مقابل ليه يتناسب مع امكانيات وظروف هذه المحافظة وطقوسها وايضا تضاريسها بشكل كبير جدا، وده اللي احنا محتاجينه. وان شاء الله دائما جميع المحافظات المصرية تكون التقدم ويكون الجمال ويكون الازدهار لهم ان شاء الله في المرحلة القادمة والمرحلة الحالية أيضا من خلال المشروعات العملاقة اللي تم تدشينها مؤخرا. تعالوا مع بعض مشاهدينا ناخد جولة إخبارية في أهم الأخبار صدرت الصحف هذا اليوم، وأول خبر معنا بعنوان الرئيس يستعرض استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور احمد عماد الدين وزير الصحه والسكان، وعمرو الجرح وزير الماليه، بالاضافه لدكتور محمد معيط نائب وزير الماليه لشؤون الخزانه العامه.
كما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الصحة استعرض آخر المستجدات الخاصة بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وخاصة الاستعدادات الجارية للبدء في تطبيقها بمحافظة بورسعيد، حيث عرض الوزير مشروع اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها لقانون التأمين الصحي الشامل. الحقيقة برضو ده القانون ده من أهم القوانين اللي طال انتظارها بشكل كبير جدا، والحالي بتحقق الأمان الصحي لكافة المواطنين المصريين. يمكن كان عندنا قبل كده حلقة مع أحد النواب بلجنة الصحة بمجلس النواب، وأكد لنا أن هذا القانون إن شاء الله سوف يطبق في جميع محافظات الجمهورية، ولكن مرحلة ثم الأخرى. ننتقل لخبر تاني مشاهدينا بعنوان بدء العد التنازلي لموسم الزراعة الصيفية. بدأ العد التنازلي لموسم الزراعة الصيفية وتوفير الاحتياجات المالية له باتخاذ عدة إجراءات أهمها الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتطهير والصيانة وتقوية الجسور لشبكة الترع والمصارف التي يصل طولها إلى نحو 33 ألف كيلومترا، خاصة بمحافظات الوجه البحري، كما يتم حاليا التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع كروك للمساحات المقرر زراعتها بمحصول الأرز لهذا العام على ألا تتخطى 724 ألف فدان، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها الدولة في مواردها المائية. نتمنى يا رب التوفيق لهذا الموسم، وأن يكون إن شاء الله موسم خير وبركة على كل أخواننا الفلاحين والمزارعين وأيضا الشعب المصري العظيم. ننتقل لخبر آخر مشاهدينا بعنوان حزمة جديدة من الإجراءات لمواجهة غش المبيدات. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حزمة جديدة من الإجراءات لمواجهة غش المبيدات من خلال تكثيف الحملات الرقابية على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بالمحافظات، والتنسيق الدائم بين الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ولجنة المبيدات وشرطة المسطحات ووزارة التموين، وذلك للحد من المحظورة التي تم تداولها وأيضا المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط أي مخالفات وتحويلها للنيابة لأنها تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين. الحقيقة يعني زي ما الدولة عليها دور كبير جدا في مراقبة الغش على المبيدات وهذه المبيدات المغشوشة والملوثة، إحنا كمان علينا دور كمواطنين أو كمزارعين بشكل كبير إن إحنا ننتقي المبيدات اللي احنا بنستخدمها وبنرشها في الزراعات بتاعتنا، وكمان الجهات لابد ان تكون من مصادر معلومه مصرح بها من وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. دي كانت جوله سريعه مشاهدينا الكرام في اهم الاخبار اللي صدرت صحف هذا اليوم. النهارده ان شاء الله عندنا مجموعه من الفقرات الحواريه الهامه اللي هي بناء على طلبات حضراتكم. فقره اولى هنتكلم فيها عن اهميه العلم وفضل العلماء، وضيفني فيها الاستاذ الدكتور احمد عشماوي استاذ علوم الدين وتفسير القران بجامعه الازهر. فقرة تانية هنتكلم فيها عن أمراض المخ والأعصاب وكيفية العلاج وأعراضها بشكل كبير، ونفتح العديد من المحاور والتفاصيل الخاصة بهذا المرض وهي أمراض المخ والأعصاب مع الأستاذة الدكتورة دينا عبد الجواد استشاري المخ والأعصاب. كمان لو عندكم أي استفسار هنفتح لكم التليفونات وكمان تتواصلوا مع الدكتورة مباشرة. أما فقرة ثالثة إن شاء الله وأخيرة هنتكلم فيها عن فن وأصول التعامل مع الأبناء في سن المراهقة، وأعتقد الموضوع في غاية الأهمية يهم العديد من الأسر المصرية. يضيفنا فيها الأستاذ مايكل زغلول مدرب مهارات حياتية ومدرب الأكاديمية المهنية لوزارة التربية والتعليم. ده مجمل فقراتنا الحوارية النهاردة لهذا اليوم. عايز أقول لحضراتكم لو حابين تتواصلوا معنا عشان تقترحوا أي موضوعات أو أي محاور حابين تتكلموا فيها من خلال برنامج ساعة صبحية، ممكن تتواصلوا على صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج ساعة صبحية. بعد هذا الفاصل السريع شوف حضراتكم من جديد إن شاء الله ونبدأ أولى فقط برنامجنا الحوارية ساعة صبحية. انتظرونا.